السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي، أرحب بكم بحلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء. حلقة اليوم بعنوان الكحولات. سنتعرف على تعريف الكحولات، تسمية الكحولات، وتصنيف الكحولات. ما هي الكحولات؟ الكحولات هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل أو أكثر، تحتوي على مجموعة هيدروكسيل أو أكثر كمجموعة وظيفية مرتبطة بذرة كربون مشبعة. لاحظ ذرة كربون مشبعة كتبت باللون الأحمر. نأخذ الأمثلة. أول مثال CH3OH، ولاحظ أن الهيدروكسيل ارتبط بذرة كربون مشبعة. ما معنى ذرة كربون مشبعة؟ أعني بذلك أن ذرة الكربون يحيط بها أربع روابط تساهمية، وكذلك المثال الذي يليه والمثال الذي يليه. ذرة الكربون أحاطت بها أربع روابط تساهمية. انتبه جيدا، عند ارتباط مجموعة الهيدروكسيل مباشرة، الارتباط المباشر بين مجموعة الهيدروكسيل وحلقة البنزين، فإن المركب الناتج لا يعتبر من الكحولات. لماذا لا يعتبر من الكحولات؟ لأن الارتباط أصبح مباشر بين الهيدروكسيل وبين حلقة البنزين، وهي عائلة مختلفة عن الكحولات، وهي عائلة الفينولات. نأخذ الأمثلة. لاحظ أن جميع مجموعات الهيدروكسيل في هذه الأمثلة ارتبطت ارتباطا مباشرا بحلقة البنزين، إذن ليست من الكحولات. الفينول والألفانافثول والريزورسينول كلهم ارتبطت الهيدروكسيل ارتباط مباشر بحلقة البنزين. تنقسم الكحولات إلى نوعين حسب نوع الشق العضوي المرتبط بمجموعة الهيدروكسيل. تنقسم إلى الكحولات الأليفاتية المشبعة والكحولات الأروماتية. ما هي الكحولات الأليفاتية المشبعة؟ هي الكحولات التي تحتوي على سلسلة كربونية أليفاتية، كحولات تحتوي جزيئاتها على سلسلة كربونية أليفاتية. الأمثلة أمامك، لدي CH3OH، سلسلة كربونية تتكون من ذرة كربون واحدة ترتبط مع مجموعة الهيدروكسيل. نأتي إلى الكحولات الأروماتية، هي الكحولات التي تحتوي جزيئاتها على حلقة بنزين، ولكن تذكر لا تتصل حلقة البنزين مباشرة بمجموعة الهيدروكسيل. المثال كحول البنزايل، هناك فاصل بين الهيدروكسيل وحلقة البنزين. كذلك المثال الذي يليه، هناك فاصل بين مجموعة الهيدروكسيل وحلقة البنزين، إذن تحقق شرط الكحول الأروماتية بعدم الاتصال المباشر بينهما. لدي تصنيف جديد، تنقسم الكحولات إلى ثلاث أنواع بحسب عدد مجموعات الهيدروكسيل في الجزيء. لدي كحولات أحادية الهيدروكسيل، وكحولات ثنائية الهيدروكسيل، وكحولات عديدة الهيدروكسيل. نتعرف على الكحولات أحادية الهيدروكسيل. هي كحولات تتميز بوجود مجموعة هيدروكسيل واحدة فقط في الجزيء، إذن يتواجد هيدروكسيل واحد في الجزيء. المثال ميثانول، كحول أحادي الهيدروكسيل، السبب لتواجد مجموعة هيدروكسيل واحدة في الجزيء. وكذلك الأمثلة التي تليه. نأتي إلى الكحولات ثنائية الهيدروكسيل. ما هي الكحولات ثنائية الهيدروكسيل؟ هي كحولات تتميز بوجود مجموعتين من الهيدروكسيل في الجزيء، إذن كحولات ثنائية الهيدروكسيل أعني وجود مجموعتين هيدروكسيل في الجزيء. نلاحظ المركب يتواجد لديه مجموعتين هيدروكسيل، السلسلة مكونة من ذرتان كربون، الاسم جيليكول الإيثيلين أو 1,2-إيثان-ثنائي-أول. تسمية الكحولات ثنائية الهيدروكسيل يتواجد في منهجنا فقط هذا المثال.
نأتي إلى كحولات عديدة الهيدروكسيل. ما هي الكحولات عديدة الهيدروكسيل؟ هي كحولات تتميز بوجود ثلاث مجموعات هيدروكسيل أو أكثر في الجزيء. المثال أمامك، يتواجد ثلاث من مجموعات الهيدروكسيل في هذا الجزيء. الاسم 1-2-3 بروبان ثلاثي أول أو الجلسترول، وسنكتفي بدراسة الجلسترول كمثال على كحولات عديدة الهيدروكسيل في منهجنا. ملاحظة مهمة، ترتبط ذرة الكربون بمجموعة هيدروكسيل واحدة فقط. جميع الأمثلة أمامك ارتبطت ذرة الكربون فقط بمجموعة واحدة من الهيدروكسيل. نأتي إلى تسمية الكحولات أحادية الهيدروكسيل. سنتعرف على التسمية الشائعة. نكتب كلمة كحول ثم اسم شق الألكيل المرتبط بمجموعة الهيدروكسيل. إذن كحول ثم شق الألكيل، كحول الألكيل. نأخذ أمثلة على تسمية الكحولات أحادية الهيدروكسيل. في المثال الأول، صيغة الكحول CH3OH، لديه هيدروكسيل ولديه ميثيل، كحول الألكيل، إذن الاسم كحول الميثيل. المثال الذي يليه، كحول الإيثيل، الذي يليه لدي ثلاث من ذرات الكربون، إذن كحول البروبيل أو كحول البروبيل الأولي. المثال الذي يليه، نلاحظ ارتبطت مجموعة الهيدروكسيل بشق آيزوبروبيل، فالاسم كحول الآيزوبروبيل أو كحول البروبيل الثانوي. المثال الذي يليه، ارتبط الكحول مجموعة الهيدروكسيل بشق البنزايل، فأصبح الاسم كحول البنزايل. آخر مثال، لدي كحول البيوتيل الثالثي. نأتي إلى التسمية تبعا لنظام الأيوباك. تبعا لنظام الأيوباك لدي طريقتان للتسمية معتمدة على السلسلة الكربونية، فهناك تسمية للسلسلة الكربونية غير المتفرعة، وكذلك سنتناول التسمية للسلسلة الكربونية المتفرعة. بالنسبة لتسمية الكحول ذات السلسلة الكربونية غير المتفرعة، نكتب اسم الألكان المقابل الذي يحتوي على نفس عدد ذرات الكربون، ثم نضيف المقطع واو لام، ويجب تحديد موضع مجموعة الهيدروكسيل في السلسلة الكربونية. إذا كانت سلسلتي تتكون من ثلاث ذرات كربون وأكثر، يجب أن أحدد موضع مجموعة الهيدروكسيل، وذلك بترقيم ذرات الكربون في السلسلة من الطرف الأقرب لمجموعة الهيدروكسيل. نأخذ أمثلة. في الصيغة الأولى CH3OH يتكون من ذرة كربون واحدة، ميثانول الكانول. الصيغة الثانية تتكون من ذرتان من الكربون، إيثانول. الصيغة الثالثة تتكون من ثلاث من ذرات الكربون. انتبه، يجب أن نبدأ بترقيم مجموعة الهيدروكسيل إذا كانت سلسلتي تتكون من ثلاث ذرات كربون وأكثر. إذن الاسم 1-بروبانول. المثال الرابع، لدي سلسلة تتكون من ثلاث من ذرات الكربون، يتواجد الهيدروكسيل مرتبطا بالكربونة رقم 2، إذن الاسم 2-بروبانول. المثال الخامس، سلسلة الهيدروكربونية لدي أربع من ذرات الكربون، وبما أن نبتدي ترقيم مجموعة الهيدروكسيل من ثلاث ذرات كربون وأكثر، إذن الاسم 1-بيوتانول. المثال الذي يليه، لدي سلسلة مكونة أيضا من أربع ذرات من الكربون، ولكن مكان اتصال الهيدروكسيل يتواجد على الكربونة رقم 2، الاسم 2-بيوتانول. آخر مثال، لدي سلسلة مكونة من خمس من ذرات الكربون، أبدأ الترقيم من الهيدروكسيل
من مكان اتصال الهيدروكسيل في السلسلة، 1 بنتانول. نأتي إلى تسمية الكحولات ذات السلسلة الكربونية المتفرعة. نختار أطول سلسلة كربونية متصلة ومرتبط بها مجموعة الهيدروكسيل. نرقم ذرات الكربون في السلسلة الكربونية المتصلة المختارة ونبدأ الترقيم من الطرف الأقرب لمجموعة الهيدروكسيل. نحدد مواضع التفرعات وتكتب التفرعات بترتيب أبجدي عربي، ثم نحدد موضع ارتباط مجموعة الهيدروكسيل، ثم نكتب اسم الألكان المقابل للسلسلة الكربونية المتصلة المختارة ونضيف المقطع واو لام. في حالة وجود أي شقوق أخرى يتم اتباع نفس أسس التسمية التي سبق دراستها في الفصل السابق، علما بأن الأولوية للترقيم تكون لمجموعة الهيدروكسيل بالنسبة لشقوق الألكيل. نأخذ أمثلة. في المثال الأول نأخذ أطول سلسلة كربونية متصلة. لدي سلسلة طبعا مبتدئين بالكربونة المرتبطة بالهيدروكسيل. لدي سلسلة مكونة من 6 ذرات كربون، إذن هيكسان. وبما أن سلسلتي تتكون من أكثر من 3 ذرات فنرقم مجموعة الهيدروكسيل. سلسلتي 6 ذرات كربون، الهيدروكسيل تتواجد في متصلة في الكربونة الأولى، 1 هيكسانول. لدي تفرعات، أماكن تواجد التفرعات هي الكربونة رقم 3 والكربونة رقم 5. ما هي هذه التفرعات؟ التفرعات هي شق الميثيل. إذن 3-5 ثنائي ميثيل 1 هيكسانول. المثال الذي يليه، لدي ذرة كربون واحدة لها تفرع وهو الفينيل، إذن فينيل ميثانول. المثال الذي يليه، لدي سلسلة متصلة، أطول سلسلة متصلة ستكون 6 ذرات كربون، إذن هيكسان. نبتدأ الترقيم، نجد أن مجموعة الهيدروكسيل مرتبطة بالكربونة رقم 2، إذن موقع الهيدروكسيل 2 هيكسانول. هناك تفرعات على الكربونة رقم 3 والكربونة رقم 4، إذن نسمي 3-4 ثنائي لأن التفرع ميثيل ويتواجد لدي تفرعين، 3-4 ثنائي ميثيل 2 هيكسانول. المثال الذي يليه، لدي سلسلة مكونة من 2 كربون، دائما الأولوية لمجموعة الهيدروكسيل، إذن الاسم 2 فينيل 1 إيثانول. المثال الذي يليه، أطول سلسلة كربونية متصلة تتكون من 3 ذرات كربون، الاسم بروبان، مكان اتصال الهيدروكسيل هي الكربونة رقم 2 بروبانول. هناك تفرع ميثيل يتواجد على الكربونة رقم 2 ميثيل 2 بروبانول. المثال الأخير يتكون من سلسلة تحتوي على 4 ذرات كربون، إذن بيوتانول، موقع الهيدروكسيل هي الكربونة رقم 2، كذلك التفرع الكربونة رقم 2، نوع التفرع شق الميثيل، إذن الاسم 2 ميثيل 2 بيوتانول. ملاحظة هامة، تسمية مشتقات المركبات الهيدروكربونية تبعا لنظام الأيوباك تعتمد على إضافة مقاطع معينة إلى اسم الألكان المقابل الذي يحتوي على نفس عدد ذرات الكربون. بالنسبة للبروبان وهو من الألكانات، لو أضفنا واو لام سيصبح بروبانول، العائلة كحول. لو أضفنا ألف لام بروبانال وهو الألدهيد. لو أضفنا واو نون بروبانون وهو من عائلة الكيتونات. لو أضفنا واو ياء كاف بروبانويك وهو حمض كربوكسيلي. هذا وقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، راجية لكم تمام الاستفادة. ألقاكم على خير قريباً.